الوزارة من مسؤولين وأطر وموظفين في الساعات الأولى من هذا القطار، وأنجبنا تشجير القطاع الموكل للوزارة في حسن الغروب، وأيضا على الاطلاع عن قرب على خطورة زحف الرمال بالنسبة للبلد. ونأكد من هذا المنبر أعلن راو أعلن هذه عملية التشجير دور تعود قطعا إيجابية بما يخص مسلكيات تغيير مسلكيات الحفاظ على البيئة المستقبلية. وأشكركم. جينا هون من معصبة سابقها جميع ما شاء الله والله بعد معظم قطاع التعليم بما في الإدارة المركزية والجهوية حتى المعلمين اللي موجودين على الميدان ومنفسشين من التعليم الأساسي كانوا موجودين في النقاط اللي في الدشرة اللي متوفرين فيها وسائل النقل. جينا هون إن شاء الله ما رينا أي مشكلة استوشي الحمد لله. كانت جميع الوسائل اللي تمكننا من أن نعدلوا عملية التشجير بصفة موفقة موجودة. كيف تمثلنا الماء والصدر كان كنا مكلفين بان نزرعوا قطع سبع. تو لا رينا ما شاء الله مشكلة كنا موزعين على فرق موجودة هون على في القطاعات اللي زرعوا فيه. كيف تعرفوا هم اليوم ان شاء الله طاقة كان موجودة وكان مستعد.